أيوة سيب دي يا جون. رجال الكرام معنا اليوم استنى يا جوني ظهر في حاجة مهمة. ديفيد ماك اي ادور ذس فيلم سو شفته أكثر من 100 مرة بس لغاية دلوقتي ما زهقتش منه. توماس ار يو كريزي؟ جوني سوري أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها. ايزي مان تقدر تقولي أنت بالك قد إيه يا عمدة؟ يعني لايك حبة حلوين. اوكي الحبة الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ nothing. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي I'm sorry. من النهارده هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. happy. come on. البلد فين؟ اه صح البلد. انت نسيت ان انت عمدة؟ نسيت ان العمدة ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته واتواصل معاه شويه؟ سيب الموضوع ده عليا. انا عندي الحل. spirit man. الميديا. الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبه اللي عاملاها في الناس ده حتى هنا في مصر الميديا عامله شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك عارف اتباع منه كام قطعه؟ 2 مليون قطعه ومضروبين. ده المزريطه لوحدها شاريه ولا 10,000 قطعه. اوكي طب يو نو ان الدمبلز ال 3 كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجله؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا السهر. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو انا بطل يا جوني. اوكي بطل ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناه المزاريتا تشانل جول مش كده؟ الفكره دي جامده جدا بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق بس خلي الموضوع سيكريت عن مين. بالله العيال دي عم تطبخ في حاجه ادينهم سابوه على الحال ده. ود 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 ود. طب واحنا مالنا؟ ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي. خلينا في حالنا يا كبير. بص يا جوني تعالى توماس بص اللوجو ده كويس بس ده احسن حاسه اوريجينال اكتر صح؟ ايش ثانية واحدة. رايت بصراحة يا جماعة انا عاجبني اللوجو الاولاني بس اللوجو الاولاني يا جون حاساه عادي يعني مش التاني احسن بكتير على فكرة. ايه ده؟ انتوا مالكوا؟ انت طلعت بره الموضوع خالص وانت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا صاحب القناة انت شغال فيها اعرف حجمك يا توماس انا ممكن ادمرك. اوكي كام داون الحكايه مش مستاهله. بعدين احنا اتفقنا من الاول اي حاجه ليها علاقه بالستايل والفاشن. اوكي اشلي عملتي ايه مع شركه الستلايت؟ هم لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعه الاولى وصلتهم من البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت كده يبقى ابتدينا بجد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقالها اسبوعين واقفه مش فاهم انا ليه هم معطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كيف؟ كان داخل صوتك في البهيمة. عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبة. بس أنت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ أنا أقول لك. ها! أنتج يا كفور! أنتج أقول إيه؟ يعني ماني وقتش تعترف. عليا اهلا اهلا يا كبير خطا عزيز انا ورد المخزن افلم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين اللي مش شويه عيقل اديله قديه؟ لا مش كتير اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه حيموت طالع من الميه هدير ده مهما كان يعني بلدياتنا وموتها هيأثر فينا. ادرس تعال يا ادرس ما تخافش انا يعني مش هزيك أنا لو عاوز أذيك هأذيك، أنا مش عاوز، أنت عاوز؟ أحب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين، قول يا أدرس. أقول إيه؟ الناس دي هذيلا ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس أقول إيه وأنا أقول على طول. باه، وأنت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. أنا أقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول. دلوقتي جوني وجماعته عم يطبخوا في حاجة بقى لهم شوي، إيه هي؟ حاجة؟ تفتكر ايه هي؟ ظهر ان صحتك جت على المية وجو المصايف يا هدرس فزاع عمري جنابك. اقول جناه سيدوني اعملوا جناه عتاجي على التلفزيون جناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي. ها اسمع يا هدرس لو فتحت خشمك بكلمة واحدة اخلي اكبر حتة في قدك ده ولا ليه؟ أنا هديك عينة مؤقتة كده
عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك. يا أشرف. أمر يا كبير. أعمل الصح. تأمر يا كبير. بلاش الصح يا كبير. بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناة أعمل لي عشرة. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده تعدش وحصلنا على الدوار. أمر جنابك. اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. أؤمر يا كبير. أنا عاوز أطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ أمثل كيف يا جاموسة؟ ما تستغباش. أنا عاوز يبقى لي قناة كيف القنوات اللي بتاجي عدش دي. بسيطة يا كبير. بسيطة كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك. هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي. وكده القناة هتاجي في التلفزيون؟ هتاجي يا كبير والمزاريتا كلتها هتشوفها. حق هادي يا بسيوني لو عملتها هيبقى ليك الحلاوة. عيب يا كبير، ده انا بسيوني ساد اللي دخلت الاوروبي واجي يجيب لي. انت هتتنطط ياد ولا ايه؟ قصره. الموضوع ده هياخد في يدك قد ايه؟ اسبوعين بكثيرة وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صل على النبي. اسمع ياد، الموضوع ده لازم أن يتم كتيمي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضه همسكك السلك عريان. هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man. I can't wait. أخيرا بكرة هاخد خطوة جديدة في مشواري الأسطوري في المزاريطة. عيب عليك يا جوني، أنا عمري وقعتك. أنت مالك بالموضوع؟ أنت كل ما أعمل حاجة عظيمة تحشر نفسك وخلاص. أنت حيالله إيه الفكرة؟ إيه يا جوني كام داون في إيه؟ يا جماعة أنتوا مش ملاحظين حاجة غريبة اليومين دول؟ لا مش اليومين دول، ده من زمان أوي أنت مش واخدة بالك. كل ما أعمل حاجة عظيمة وأسطورية يقول لي أنا فيها وأنا اللي أعملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدأت تطلع لك؟ ايه ده؟ انت خدت بالك؟ باينة قوي بصراحة. بصي انت خفت شوكلت وعصبية. بجد؟ لا حاجة تانية. ايه انطقي؟ يعني الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينطلنا كل شوية كده زي عوايده. هو تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه والحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو، بليز ما سيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي. فيزو يا عيني عليك يا ولد ابوي، يا عيني عليك. عم يحرت في مية ما داريش باللي هيحصله لما تنزل قناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد ولا ايه؟ ناوي بس في الوقت الصح. اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هدية، انا عاوزك تركزي زين في البروجرام الاسبوعي اللي هنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك، ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه؟ بيرفكت ستايل ها. طب قولي الساعة باينة كده؟ باينة ها؟ اوكي. ايه؟ اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 انا عايز ابقى انا فانكي وايلد، فاهم؟ ما تتدخلش في الملكش فيه، همشيك. اوكي يلا يلا. ستاند باي 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريطة. صباح اشتاط. النهارده يوم ميلاد قناتكم الفضائيه الجديده الجامده جدي مزاريطة تي في. هتروشكوا وتفرفشكوا وفي مشاكلكوا هتحللكوا مع مزاريطة تي في. المزاريطة
بقت على الخريطة. ايه؟ عيد ده مش عيد تاني، مش عيد، مش هتديني اداء. انا عملت ده وخلاص، خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الجديد، برنامج الست الفت. النهاردة أولى فقراتنا هي فقرة الأكل، وطبعا كلنا بنحب الأكل، بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببة. والنهاردة هنحضر أكلة بسيطة جدا، وهي فطيرة البروكلي بالرمان. وانا عارفة ان الأكلة دي كل الأطفال دايما بيطلبوها منكم، يا مامي عايز فطيرة البروكلي بالرمان، يا مامي عايز فطيرة البروكلي بالرمان، ودايما بيشتروها من بره. بس لا، نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت، ونخاف على صحة أولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. احنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها ان البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره. احنا هنا بنعمل كل حاجة في بيوتنا بايدينا النظيفة، والمقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وموجودة في اي سوبر ماركت. والمقادير هي 1/2 كوب اوف زيت زيتون، 3 حبات رمان، بصلتين مبشورين، وبيض، وملح بيدوب في نص كوباية مية دافية، والدقيق، وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير مية. نقول المقادير مرة تانية. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة اللي بتحبها كل ست، عرض فظيع بل فوق الفظاعة من كل دفلهات العالم لخطوط الموضة لعام 2010، هيعجبكم جدا. الا هي الطوطه دي يا زوين، ده شكله بده كاس العالم للمقتبيه. طب خلص خلص قبر يلمك. But now that I've had time to absorb it, loving this. Awesome. It's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. Awesome. It's all working out. Me and Charlie, you know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, mom uses her zygodactyl feet, that means 2 toes facing forward and 2 facing backward, to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created... يا مين بالله العيال دي لوزرز، اكبر لوزر زي كبير. هي العيال دي هتيره ولا ايه؟ عاملين برنامج على السحالي والابراص، دول مالين البلد، احنا بنجيبهم من الحيطه بالشبشب. لا ولا البت اشلي جايبه لك نسوين كانهم نازلين من الفضاء، وتقول لك قاليه موضه. بس ما تقوليش نسوين. على رايك يا كبير، هي دي نسوين؟ فين الست اليسا والست هياتم وال شوفي عم يعملوا كيف بنجحش. شوفي شوفي. على فكره دي مسروقه. مسروقه منين؟ بنت ماي راي اللي هو انا ده بتاع العيل العفش اللي غني راب اللي اسمه اكزيبت اللي عم يعمل الدين. صح. اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام. البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار. احنا عملنا بحث، لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطه وكل القرى المجاوره هي الحمار. بس ليه كل الحمير تقليدية؟ ليه كلهم يا ابيض يا جراي ليه مفيش حمار مميز؟ ومن هنا بقت دي فكرة البرنامج، ان احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الاحلام. وفي حالة عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي اهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكاية. ان مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزة عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثة حصل إن مشمش اتشقلبت أحواله، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الأرض وحوشه. والمهم قلت لازم ألقى حل للمشمش. عرفت إن سجوني عامل برنامج في القناة بتاعته، قلت أروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديت الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمدة جوني يعني، وربنا يسترها إن شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ، عشان هو أول مشارك معنا في برنامجنا حمار الأحلام.
عمو سعيد. السلام عليكم يا عمتي. What's going on, brother? بومبو تمام. تمام. How you doing? تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. عصبك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش. بس يلا ربنا يستر. 3 2 1. ايه ده كله؟ ايه اللي عملته في حمار؟ يا ولاد العبيطة، شفتي عملية؟ يا ساتر. ايه يا عتير انت؟ تدخل سويقة في حريم؟ العفو جنابك، حاجة مهمة. الواد بسيونيسات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تمام التمام، عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي، ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل تلفزيونة في المزاريطة. عفارم عليك يا بسيوني، هذا فزاع. أمر جنابك. عاوزك أول ما الليل يليل، ما احنا بالليل، أول ما الناس تنام ارتحت كده، تنزل تبذر البلد كلها بوسترات وفلايرز. يلي فلايرز داي؟ فلايرز يا برشور. أنا عاوز أول ما الناس تصحى الصبح تلقى إعلانات قناة الكبير مغرقة كل مكان. أمر جنابك، هيحصل يا كبير. فزاع. ايه طير انت. ايه كل البوسترات دي؟ وايه المكتوب ده؟ تشوفها تزبطك تقلبها نعبطك. العجل فطمه؟ ايه ده كمان كاتب فوق K1. K1؟ K1 يعني ايه؟ قناة الكبير 1؟ K4 كبير؟ يا يا ابن اللعيبة. لا 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 لا، اوعى تقول لي ان ده اعلان قناة، ده اخره اعلان دروس تقوية، رضا زينهم ملك الكيمياء. لا 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 لا، وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زبالة، وايه الكلام المكتوب ده؟ انت عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ ايه؟ مش انه بينافسني، انه قلود مالوش ستايل. قالوا وانا بي زيه زي هدرس زي بقيه البلد كلها. ما يا جماعه مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني. طب ما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني. لا بس مفيش حد قلدني. ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي، يعني جامد بس مش جامد قوي. اوكي. على فكره السلوجان ده ينفع راب جامد جدي. بص تشوفها تظبطك تقلبها نظبطك، باجي تشوفها تظبطك، كما تشوفها تظبطك، تشوفها تظبطك. توماس انا مصدوم، لا بجد مصدوم. انا في الاول كنت فاكر ان هدرس بس هو الوحيد القلود، طلع لا الكبير كمان، ده ناقص يحلق شنبه ويشيل العمه ويعمل راسته زي، مش ممكن. يعني انا خايف بجد انام في يوم واصحى الاقي البلد كلها جوني. انا جت لي فكره برنامج حلو قوي، ممكن احطها في القناه. ايه؟ بي يور سيلف. حلوه جدا. استنى بقى، بي يور سيلف. ايه ده؟ تفتكر الكبير كان عامل برامج شكلها ايه يعني؟ اكيد حاجات يعني كاتيانا، اكيد. اكيد يعني، يعني ممكن يقلد الثمانينات مثلا. يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل. عارف الورده اللي الموجي بيجيبها يمين وشمال؟ حبيبتي اشتقت اليك. لا ريلي اشتقت اليك. متاجي. عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج منوعات ويسميه كرة صهر. تفتكر الكبير يكون جايب مين مذيعين يعني؟ اكيد مش هجيب منى شاذلي. شور يعني، بس ممكن يجيب حد من الغفره بتوعه. اشرف. اشرف. وياخد اشرف بقى يعمل بيه برنامج اشرف حول العالم، كل يوم مغامره في غيط شكل، يعني مره غيط مانجا، مره غيط موز، مره غيط لوز. حول علمك بقى، البرنامج ده هيبقى حصري على القناه. حصري حصري، بقت موضه اصلا. ده احنا هنشوف ايام ضحك جدا. بس تعرف يا معلم، احنا ربنا بيحبنا موت. ليه بقى؟ ليه؟ عشان احنا من جوه طيبين بجد وكيوت حقيقي. يعني سبحان الله، ربنا بيخلق الحاجه الحلوه وعشان تحس بجمالها وحلاوتها بيخلق جنبها الحاجه، يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشوك، الاثنين تين بس. اهلا وسهلا بيكم على قناه الكبير 1 واولى حلقات برنامج المسابقات المثير. برنامجنا بيعتمد على الذكاء والفطنه وينمي قدرات الطفل المزاريطي، وصدقوني البرنامج ده مش للأطفال وبس، لا ده هيشد الكبار كمان. عارفين يا أولاد اسم البرنامج إيه؟ جوستي. ما سمعكم شيء، اسمه إيه يا أولاد؟ جوستي. براو عليكم. ومعانا العروسة دي اللي هتكون صاحبتنا طوال حلقات البرنامج. البقرة دي هتقول السؤال بس بعد ما يقول لها حد جاموستي. يلا يا حد عم مجيد. جاموستي.
السجن. حاجة بتنور لنا الدنيا ومن غير كهرباء، سهلة قوي، حد عرفها؟ ها، جاموستي. ماشي. في الشتاء بتدفينا وفي الصيف بتلسعنا. ها، قول انت. جاموستي. جاموستي ايه يا جاموس انت؟ ما هو اضحك في السمسة. ها، اقول انا يا ابله هدي، اقول انا، اقول هني. قول يا حج عبد المجيد. وابو رجاز. جاز لما يحرقك. تبدا المعركة دلوقتي، عم بنسبلها ومسكوا في بعض. دياب البونيه اللوكمية، دياب اللوكمية، جبت دياب الشلوك، سوفليك صراحة مع تثبيت القدمين التنين. اوبا 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 اوبا. انا بجد مش قادر افهم يا توماس ليه الناس كلها منجذبة بالقناة الكبير، ليه؟ انا مش مصدق، احنا كنا محققين اعلى نسبه مشاهده في المزاريطه والقرى اللي حواليها، المقاليطه والبقاليطه والملاطيطه. وبعدين هنعمل ايه جوني؟ احنا في نزول مستمر، احنا بنقع. عارف احنا بنقع. عارف بجد احنا بنقع. عارف عارف. خلاص هنعمل ايه؟ طيب انا مش فاهم، الناس سايبين الام بي اي، تخيل سايبين الام بي اي ويتفرجوا على مصارع حريمي. انا بجد مش مصدق. قولي بقى احنا نعمل ايه لو سمحت. لا جوني، جوني سوري سوري، انت بتتفرج على ايه؟ سوري سوري، اصل كانت بتضربها قطعتها خالص. بص جوني خليك معايا، قول لي هنعمل ايه. توماس توماس، يعني انت عملت اللي عليك خلاص، اوكي، في حدود امكانياتك. انت بجد يعني شابو، عملت اللي عليك. بس هتعمل ايه؟ ربنا خلقك امكانياتك قد كده. دلوقتي انا هتدخل. انت مشكلتك يا توماس انك من بره بس قشره، يعني معرفتش توصل للكالتشر والجمهور عاوز ايه، معرفتش تعملها دي لانك من بره سطحي. يعني حتى التاتو بتاعك تنين، يعني ايه تنين؟ ولا حاجه. بص يا معلم، احنا اشترينا افلام اكشن وساينس فيكشن. في ماتريكس، افاتار، ايرون مان، باد بوي. بص يا معلم، احنا ننزل اي تي في افاتار في ماتريكس. يا هتشوف، تعالى كده بس. او ماي جاد، جامدة ام احمر. ها، ما شفتش حاجه. ام ازرق دي في اول الماتش كانت لابسه نحله، لما قلعته بهدلتها خربشه وعض وضربه. اوه ماي جاد. او وايلد كاتس. يعني هو عمال يضرب كل التوائم دول مره واحده؟ طب هم معقول كل دول جم في بطن واحده؟ ايه يا زوير، ما انت جاي انت واخواتك 12 في بطن واحده. اقلب ياد يا زوير، اقلب ورينا قناه الكبير جايب ايه. اعزائي المشاهدين، دلوك معاد ختام برنامج اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. واحب اشكر المعزه بسين الف اللي حكت لنا بلوتها مع جوزها جيم نون اللي باع جاموستها من وراها، الجاموسة اللي جابوها لها أهلها من وهي طفلة وقضت معاها أحلى سنين عمرها. وحب أقول لها معلاش، ما تزعليش، الجاموسة تروح وتاجي، إنما جوزك ما يتعوضش أبدا، جوزك ده بميت جاموسة. وأخيراً أحب أشكر كل الزملاء اللي شاركونا في البرنامج. إعداد عم محمد الضيصطي، مصور الحجب والمكارم، مهندس صوت سامح جمال، مهندس ديكور سامر الجملاوي، جرافيكس الحج مناويشي، والمخرج الكبير الكبير. ومع تحياتي هدية مرت الكبير. ستوب، طلعت موهوبة يا بقرة. أنا جنجف طبعاً، عشان أنا إنسان سطحي وقشرة وبفكر في الأمور من برة، وإنت بقى إنسان عميق وبتفكر كويس. فطبعاً لما تنزل بإيتي وبعد كده ماتريكس وبعد كده أفاتار، فالناس هتتوهم وتتفرج على الفيلم اللي إنت شايفه قدامك ده دلوقتي. لعلمك بقى، الناس دي بعد ما جربنا معهم كل حاجة برضو مش هيتفرجوا علينا. لعلمك مفيش أيام. برافو برافو، خلصت؟
في حكمة قديمة كان بيقولها راجل حكيم، أنا مش متذكر أصله منين الحقيقة، كان بيقول العبرة بالخواتيم. خواتيم it's like جمع ختمات اللي هي نهاية الحاجات. آه أوكي. فاللي أنا عملته ده كله يعتبر first step بس، لسه تقيل جاي. اتفرج، أنا هنزل بحاجة هتخلي الصعيد كلها تقعد في البيت، ولا حد ينزل يزرع ولا حد ينزل يقلع. هنزل بأليس إن وندرلاند. أوه أمال إيه يا معلم؟ هينزل يكسر الدنيا. لعلمك أنا كنت أقصد إن أفاتار ينزل من غير نظارات. الناس فعلا الجمهور كله لما شافه حس إن في حاجة مش قد كده. لما نزل النظارات مع أليس إن وندرلاند الناس هتتوهم بالجرافيكس 3D يا معلم 3D. ولسه الأتقل إيه؟ التوك شو. توك شو؟ ناو يعمل حاجة تخلي دكتور فيل وأوبرا ينفسنوا مني بجد. بس يعني توك شو ده هياكل هنا في المزاريطة؟ اللات يا معلم اللات، احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع لات، في الغيط لات، الناس بتحب اللات. ايه انجح ثلاث برامج في مصر؟ قول. القاهرة اليوم، البيت بيتك 90 دقيقة. كل ده ايه، برامج طبخ؟ لا توك شو. يعني برنامج زي 90 دقيقة ده نعمل حاجة زيه ونسميها 60 دقيقة. ايه القلش ده؟ ليه ما عندكش شخصية؟ ليه حرامي كده؟ مش قلت لك انت قشرة من بره وبس؟ فقاعة؟ مجرد فقاعة؟ الناس وقتت عشان تعمل 90 دقيقة وانت تاخد 60 دقيقة على الجاهز كده؟ طب خلاص بلاش، نعمل برنامج الخامسة مساء، يعني بيبقى بدري شوية علشان الناس هنا بتنام بدري. السادسة مساء، السابعة مساء. دم الاجتماعي، انت تعريفك دم الاجتماعي، لو اتفقع ملوش وجود، عبارة عن فقاعة عاملة تاتو وتنين. توك شو كيف يعني؟ برامج يا كبير اللي هيجيبوا فيها الناس يتحدثوا ويرطوا، كيف برنامج الاستاذ اللي هتحبه كتير ده؟ ممدوح فرج؟ هاي انت، بكلمك انت. كيف جنابك؟ يا جاموسة انا بقولك الكلام اللي هو بيقوله في البرنامج. لا لا لا، قصدي جنابك اللي بتاع الاخ اللي هتحبه كتير، عمرو بيه اديب. عموره ده راجل عسول وكيوت خالص. ايه رأي جنابك لو تعمل عندينا انت المزاريطة اليوم؟ والله فكرة مليحة، جبتها كيف دي؟ ونعملوا فيها فقرة ونسموها اسألوا الكبير. جديدة لان جدية يا كبير. شوف هدى لي التليفونات وطلع لي نمرة الدكتور عزة أبو عوف. يلا أمر جناء. دكتور ليه؟ ألف سلامة عليك يا جلوس الطين. عزة أبو عوف اللي هيطلع مع عمرو أديب في البرنامج. كلمه انت بس وقول له الكبير عاوزك تطلع معاه في برنامج المزاريطة اليوم، هو هيفرح ومش هنختلف. شوفوا ياخد كام وشوف الديل ايه. طب لو ما ردش او ما فاضيش ايه؟ كلم سامح الصريطي. جوني توك شو. صباح قشطات، النهارده اول حلقه من حلقات جوني شو على قناه المزاريطة تي في، قناتكم. جوني شو مش زي اي شو، احنا بنحب نقدم مشاكل قضايا تهم كل مواطن مزاريطي، وبنقدم حلول كمان. النهارده معانا الحاجة حامد، احد نماذج النجاح الاسري في قريتنا، وده ليه؟ لان ابنه هو الوحيد في المزاريطة اللي قدر يتحدى الصعاب ويشق الصخر ويدخل معهد التمريض. مش بس كده، عمل معجزة اكبر، اتخرج منه. الحادثة دي أثارت جدل كبير في الشارع المصري، لدرجة إن كل المخرجين والكتاب بقوا بيتفاوضوا مع الحاج حامد عشان يشتروا منه القصة دي ويعملوها فيلم ساينس فيكشن بيزد على ترو ستوري. إزايك يا حاج حامد؟ أهلا مستر جو. جوني. جوني جوني. عايزك تحكي لنا عن تجربتك مع ابنك، إزاي اديته بوش عشان يبقى حاجة؟ عادي يعني. لا انا قصدي يعني ما انت لازم تقول، يعني قول معايا ازاي ابنك حقق الانجاز ده وانت وراه. طيب يعني انت عاوز توصل ليه يعني؟ طب انت قافش ليه دلوقتي؟ يعني اهدى بالهداوه. انا عايزك تقول لنا ازاي كنت بتتعامل معاه في البيت. انا والله ما كنتش بشوفه ولا كنت بقبله خالص. انا كنت ارجع من الشغل اخر النهار وهو كان بيجي من معهد التمريض ويشتغل بو 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 في المذاكره، كان بيوجع دماغي. انا ما احبش الدوشه، عايز انام، عايز استريح. طردته من البيت خالص، قلت له يا لغور شوف لك حته تذاكر فيه بعد عني. مارست معاه اسلوب الضغط. هايل هايل
هايل. يعني انت كل يوم بتدي له جرعه نيجاتيف انرجي وهو بيحولها اوتوماتيكلي لبوزيتيف انرجي. هايل، يا ريتنا كلنا نبقى مستر حامد. اقفل الموبايل، اقفل. مستر حامد، فاصل ونواصل. ايه يا جوني، في ايه؟ مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر. لا متوتر، وشكلك اكنك اول مره تقف قدام كاميرا. لا جوني، الراجل كلك. ريلاكس ريلاكس، لو سمحت ما تبوظليش شغلي. وشوف برضو بقى عملت اللي في دماغك ونزلت دي. ايه دي بقى؟ دي هي اللي كانت نازله لوحدها. لا انا قلت لك ثانيه واحده. ثانيه انت بتديني اداء تاني؟ تاني؟ ما تنساش نفسك، انا اللي عاملك، انا قناه، انت ولا حاجه من غيري، ولا حاجه، وكل البلاتو عارف. انا اديتك تفصيله صغيره قوي تعملها، فشلت فيها. ده النموذج اللي قلت لك تجيبه؟ ده نموذج بيعذب ابنه وبيذله؟ هو ده اللي لقيته، عامل لك ايه يعني؟ مخصوم منك اسبوع. اتفضل. اوكي ست اعتماد، اتفضلي. ست اعتماد ايوه، اتفضلي اقعدي هنا. بص يا ست اعتماد، دي كاميرتك ودي اضاءتك، رستقي نفسك. امشي يلا، امشي يلا. وجه معاد الفقرة التانية. الفقرة دي إنسانية ومؤثرة جامد جدي. فقرة يجعل بيوت المحسنين عمار. ومعانا الحاجة اعتماد. إزيك يا ماما الحاجة اعتماد؟ يا ولدي عايشين. احكي لنا مشكلتك يا ماما الحاجة. ولا مشكلة ولا حاجة يا سي جوني. أنا كنت متجوزة وعندي 3 عيال، وكنت راضية وحمد ربنا والحمد لله، لولا الولية حماتي الله يحرقها، ولية عقربة دماغها معاش شحنوشها من ناحيتي، قاعدة لي على الساقطة واللقطة يا ولدي. في يوم قامت عركة كبيرة قوي قوي بيني وبينها، كلمة مني على كلمة منها جالها جلطة في المخ. جوزي ما استحملش، طب ساكت مش صدمه. بعد ما جوزي مات بيومين، الواد الوسطاني سخن جامد جو جو، خدناه ودلينا على الوحده الصحيه. الدكتور كشف عليه وقال عنده حاله وراثيه، هيفضل سخن كده طول عمره. يلا بخطره، واحنا راجعين من الوحده الصحيه ركبنا الميكروباص، قعد تاني قدام والعيال قعدوا ورا. قام السواق اترازل علي كده حبتين، كلمة مني على كلمة مني اتقلب بينا الميكروباص. اطمن ما حصلش حاجة، انا بخير الحمد لله. غيرش بس الواد الكبير اترش. او ماي جاد، ترش ايه؟ مبيد اسنج يا ولدي، انطرش ما عادش يسمع ولسانه تقل شويتين. الواد الصغير اتكسح خالص ما عادش ينفع واصل، بس الحمد لله يا ولدي يعني بخير، ما حصلليش حاجه. الحمد لله، محروق الباقي. anyway لو في اي حد عايز يساعد الست دي، وانا شك، يتنيل يتصل بالارقام اللي هتتنيل تظهر على الشاشه عندكم دي. الناس موهومة طبعا صح؟ يا معلم الناس مبهورين ببرنامج. ايه الجديد؟ مفيش جديد في اللي بتقوله. الناس مش مصدقين نفسهم لدرجة ان هما محدش شاف البرنامج. انهي منطقة في كلامك صح؟ الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ نزل رجلك دي. يبقى الجزء الاخراني. ايوه. لا انت كذاب، انت كذاب، انا شفت في عينيهم الفرحة. انت كذاب ومنافس مني. يعني منافس ليه انت كمان؟ الناس كلهم بيتفرجوا على التوك شو بتاع الكبير المزاريطة اليوم. اسمه كده؟ ايوه. هو كمان دم الاجتماعي زيك، سارق اسم برنامج تاني. انتوا كلكم قلودين، عشان كده البضاعه الصيني نجحت في البلد. اتفرج بقى. فاصل وعنواصل. المزاريطة اليوم. اسمع يا ولية، ده اخر فاصل في البرنامج واخر انذار ليكي. لو قعدتي ترطي وترغي وتحاولي تسرق الكاميرات وتعملي حركات المياصه بتاعتك دي، بتجزم على نفوخك. ما هو انت اللي قاعد تحجز على اسئلتي.
اهدى بالله يا كبير. لا اله الا الله، ما هي قاعده تتحدث وسايباني كيف كيس الجوافه طول البرنامج. صلى على النبي يا كبير، ما في بيت بدخله في اي مكان الا ما بعمل لي خاطر. ليه مش عاوز تعمل لي خاطر يا كبير؟ كيف تقولك ده؟ ده انت خاطرك على راسي من فوق يا ست فاطمه. ربنا يحافظ عليك يا كبير. دلالاكي كان زماني طخيتها على الهواء مباشره وتويتها بقلب البلتوه. يا ستار يا رب. يا اسكت يا اسكت، هذا البتاعه دي هتقشعرني يا اللي مصبرني على البتاعه دي انك بتاع تامر امين. انت تدنيت ياد؟ تعلي صوتك بعد البرنامج. الهوى يا كبير الهوى. وارجع لكم تاني من الفصل الاخير من برنامجكم المحبوب المزاريطة اليوم. في الاول احب اقول كلمه لكل المشاهدين، معلش ما نقدروش النهارده نستقبل ايميلاتكم، الكمبيوتر هند، وبردك ما نقدروش نستقبل الاس ام اس، الشبكه واقعه. وده ليه؟ عشان الضغط على البرنامج قد كده. اللهم صل على النبي. الوقت يا كبير الوقت. ايوه منور الدنيا كلها يا ست فاطمه. نور عليك يا كبير. الله يخليكي. طبعا بعد النجاح الباهر اللي حققتيه في اغانيكي زي عالزرعيه وهدالك ويا سنبتيك، سمعنا انك بتحضري دويتو عالمي مع الفنان ريكي ماركت، دي صح ولا اشاعه؟ لا مش اشاعه، اعلنوني وانا قلت اسمع الاوديو وافكر اشوف هوافق ولا مش هوافق. والحقيقة عاملة دويتو عالمي مع الفنانة العالمية شاكيرا. الدويتو اسمه البنت دي وسطها ما بيهمتش، ويا رب يعجبكم. من ناحية حيعجبني يا رب. طبعا ما هينفعش تكون قاعدة مع ايه. ما تصلى على النبي يا جماعة. عليه السلام، ما فيش حاجة. في ايه اللي حاصل؟ كنت نايم في التكييف، ما فيش أي حاجة. خلاص قول أنت، أنت طلعتني من المود. طب يا ست فاطمة، يعني للأسف الحلقة قربت تخلص، وقبل ما تخلص كنت عاوز أقول لك إن فعلا حضرتك أثرتي في الناس جدا جدا جدا. يعني أنا يذكرني موقف، أنا عندي واحد صاحبي سمع حسنين ومحمدين، وحسنين خلف 11 عيل، راح مخلف 11 عيل فعلا. ما هو يا سيدي الناس بتسمع حسنين ومحمدين وعمالين يزربوا في العيال على طول. اللهم صل على النبي، ما هو ده تأثير جامد جامد يعني. ما فيش كلام. وفي نهاية حلقتنا ما يصحش يعني يبقى معنا الفنانة الكبيرة فاطمة عيد وما نسمعوش حاجة، حتسمعينا إيه عاد؟ نقول دوسي يا عروسة. دوسي. أنا زعلان، لا ريلي ريلي زعلان. أنا ما زعلتش كده من يوم ما مايكل جاكسون مات. الناس هنا محلية. إيه؟ يعني مش قصدي مسكرة يا غبي، قصدي لوكال لوكال. أوكي. يعني سايبيني أنا بستايلي ده كله. بص شايف النقشة؟ أنت عارف دي جايبها منين؟ ورايحين يتفرجوا على فاطمة فيست. يعني أعمل إيه؟ أقفل القناة ولا أقلبها قناة مريبة وأسميها شترايك وتقف أنت تتميص وتقعد تقول زمانها ماما جاية، رتبها تاخد جايزة، أعمل إيه؟ بص يا جوني، هو مفيش غير حل واحد. انا ما كنتش عايز الجا له، بس واضح ان احنا مضطرين. لا 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 توماس ما تتنزلش، محروقه قناه. لا جوني انت فهمت غلط. ما تتنزلش جوني. جوني انت فهمتني غلط. جوني there is only one way. ايه؟ احنا هنضرب تحت الحزام. يا معلم لو عايز ينولك شرف انك تنزل اعلاناتك في اجمد قناه في وجه هيبلي وفي الميدل ايست سون ان شاء الله، يبقى ما تتكلمش معايا في الفلوس. ما تناقشنيش فيها، اللي بقول لك عليه اسمعه وخلاص. ما بتناقش في الفلوس، مات الكلام. مات 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 مات، الله يرحمه، البقاء لله، مات الكلام. ايه ده؟ ايه ده؟ الخط هيقطع، انا ركبت اسانسير، ركبت اسانسير، باي. مش ممكن، هو الناس الجامدة يعني لازم تبقى طول الوقت تليفونات عاملة كده؟ جوني ما ينفعش، لازم تتهاود معاهم شوية بالسعر. أتهاود ليه؟ ليه أتهاود؟ أجمد حد في الميدل إيست إن شاء الله قريب، ليه أتهاود؟ شوف مين؟ مش قادر أرد على حد خلاص. ده هدرس.
قول له اي حاجه، قول له اتقلب بيه البتاع ومات. الو ايوه هدرس. لا 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 انا جوني، انا توماس. لا جوني جيسكي وقع بيه في الترعه ومات. انا بقول لك بلاش ده حمار، ممكن يقلدني وينتحر. قول له اي حاجه تاني. ايوه لا 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 هو هيكلمك كمان شويه. ايه يا نهار اسود ايه؟ طب 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 خلاص انا هكلمك كمان شويه. سلام سلام. مستثمر سعودي هيمول قناه الكبير. او ماي جاد. هذا وقد قام الكبير مع الشيخ سامر بن حمد بعد افتتاح قناه الكبير 1. الو ازيك يا باشا؟ ازيك يا كينج؟ لا ابدا ابدا مفيش حاجه، هو الاسانسير بس مفيش فيه نتورك. تلغي ايه؟ ليه تلغي؟ على فكره انا 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 عامل لك اوفر جامد جدي، هنزل لك لحد 50. الو الو انا سامعك. ايوه انا سامعك انا سامعك. ما تصعبش. ايه قال لك ايه؟ عمل معايا نفس حركه الاسانسير الواطيه. حلال. هاي واتس اب اشلي. ميس يو بيب، عامله ايه؟ ميس يو تو. تمام. ايه كايرو عامله ازاي؟ انت مش متخيل كايرو زحمه زحمه زحمه. اشلي طمنيني، جبت الحاجه؟ حاجه ايه يا عمي؟ راحت سكور، ما تقولها الهدايا، ما احنا عارفين ان راح تجيب هدايا. طيب اهلا. البضاعه وصلت. ايه جبت الحاجه والبضاعه؟ ده ما دي محشيه. لا 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 دي دي عاديه محشيه قطن. شور شور. هدرس روح جيب بقى الهدايا من بره. طب بالاذن. تعالى هنا، ايه اللي في ظهرك ده؟ او ماي جاد، ده عيب خلقي؟ لا ده حير. يا حرام. يعني انت جدتك من مامتك عندها نفس التكوين؟ لا انا بس. ايه الهبل ده؟ انتوا ازاي صدعتوه؟ هو في حلب؟ ايه تضحك يا احبل؟ تسرقني انا؟ تسرق الراجل اللي عملك وبنيك؟ الحكايه عمرها ما كانت شعر اصفر او لبس كاتشي او انك طول الوقت تقلدني وتعمل. لا لا الحكاية من جوه. عاوز قلدني قلدني جو اهيد، بس قلدني في الخير في السلام في الوئام. انا بجد مصدوم فيك. امشي من وشي في يوم الدين. هاترز ويت. ايوه اوعدك لو اتغيرت بجد من جوه الدبدوب ده هيبقى ملكك. اوعدك هتغير. كلام رخيص، كلام رخيص قوي يا هاترز. انا عايز اشوف حاجه عملي. لحد اليوم ده ما شافش وشك تاني. امشي. طب كل سمحتك امشي. يا جماعه احنا عايزين نخلص موضوع المحل ده بسرعه. معاك حق، الفالنتاين كمان اسبوع، لازم نلحق نرص الحاجات دي في المحل عشان الناس تلحق تختار هداياها. انت جبتي حاجه للبوي فريند بتاعك؟ اسمه ايه؟ توماس فوكس اسمه ايه؟ لوكس. anyway جبتي له ايه؟ عشان هو برج الاسد فجبت له ورد وشوكليت واسد لعبه. ده باين ان هما جوز هبل. نعم لا قصدي توماس وهدرس. باين. تعالي هنا. برج الاسد ازاي؟ انا شفته ده اخره في الابراج الصيني، برج الجمبري، برج البورس. حرام عليك، ده كل حاجه فيه اسد، شخصيته حركته مشيته ديله. بقول لك ايه، انا بجد يعني نفسيتي تعبت من اللي عملته في هدرس. هو انا قصيت عليه بزياده؟ بص بقى بصراحه يعني احنا كان لازم نسلمه للكبير يمسكه السلك عريان. هو ماله؟ هو تلاقيه يعني ضحيه بيئته، يعني اتولد في عيله مثلا واطيه، اتعلم حاجات زباله من ابوه، يعني مش بيده. طب خلاص ما دام انت شايف كده روح صالحه. معاك حق، وبرضه الحقه يمكن يكون مخبي بطوط في كلسونه. هدرس. What a beautiful day. السلام عليكم يا جناب العمدة. وعليكم السلام. ها في حاجه في دماغك معينه ولا تحب تاخد فكره؟ يعني عايز حاجه على زوجك. طب انت ستايلك ايه؟ اسهال. ايه القرف ده؟ بقول لك ستايلك ايه مش عندك ايه؟ اسهال اسهال جنابك، يعني لو الاقي عندك دوس فلافيل اي حاجه تانية. هي مش دي اجزخانه برضك؟ اجزخانه ازاي؟ الاجزخانه العلامه بتاعتها معروفه، تعبان عنده هانج اوفر وبيرجع في حوض او في كاس. فين هنا بقى؟ فين العلامه هنا؟ كل الدباديب دي شايفها اجزخانه ازاي؟ ومن المكان ده ايه طيب؟ جفت شوب. عيد الحب، كل سنه وانت طيب. جفت ايه وبتاع ايه؟ وبعدين احنا فين والعيد فين يا بيه؟ يا بني ادم انت، 14/2 ده عيد الحب، يعني كمان كام يوم لازم كل راجل من اهل البلد يجي هنا علشان يشتري هديه، دبدوب، ورد لمراته علشان يعبر ليها عن حبه في عيد الحب.
يعني بدل ما ادخل على العلب بشوية فاكهة ولا ادخل على وليها بكيلو لحمة تقول لها بدبدوب؟ يا راجل عيب عيب. انا اقول لك نصيحة واحدة لوجه الله، اقفل المخروبة دي، انت مش عيل صغير، لا حول ولا قوة الا بالله. كئيب موت. بيوتيفول داي فور ريل. خلاص بقى يا جوني كابني. معلش خلاص، لازم دلوقتي نركز علشان زمان الناس هيخلصوا شغلهم ويجوا على هنا اكيد علشان ياخدوا الدباديب بتاعتهم. So weird. So weird. يا ريتنا كنا فتحنا محل كشري. مفيش حد هنا فاهم يعني ايه فالنتاين، واستحالة يفهمه ولا حتى بعد 100 سنة. Listen جوني، المحل بجد تحفة، بس احنا محتاجين نكثف الدعاية بتاعتنا. لو جوزك مش طايق خلقتك يبقى عايزك تدلعيه. لو مراتك بتنفض لك وكل ما تنده لها تطري لك يبقى ناقصها رومانسية. الفالنتاين هو فرصتكم. لو كنتوا فاكرين ان الرومانسية في الافلام بس تبقوا غلطانين جدي. مع جوني جيفت شوب الافلام دي هتبقى حقيقة. هدية لمراتك هتغير حياتك. والله العمدة سكر قوي. قال لي ايه عايزنا نجيب هدايا لحريمنا. يا نهار اسود. يعني انا عاود البيت وفي يدي دبدوبة؟ ده كانت العيال تزفني. ايوه امسك دبدوبه وشويه شويه طول شعري وبعد كده حط احمر وابشط رقص. غور جبري لم العفش. فكري في الراجل بتاعك وهيبقى خاتم في صباعك. جوني جيفت شوب، افكار مترقعه ورومانسيه مولعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللي قول لي يا كبير، هو ايه الفالنتاين ده؟ هي شوطه في البلد ولا ايه؟ ده عشر حد يسالني على الزفت ده. الفالنتاين ده تجليعه من تجليع الامريكان وبنولا بيها. شوف يا هدي، الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايصوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم. وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاع كده استغفر الله العظيم ويلفوها. بوه. واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه استغفر الله العظيم. في ايه هديه؟ انت قلقتيني بالمسج اللي انت بعتيها دي. دلوق انا عاوزه اسالك سؤال. اتفضلي. ايه الفالنتاين ده؟ طب ومطيه صوتك ليه يا هديه؟ احسن استغفر الله العظيم تطلع حاجه حرام ولا حاجه. لا طبعا مش حرام. شش وطي حسك بلاش فضايح. فضايح ايه بس يا هديه؟ الفالنتاين ده يعني عيد الحب. عيد الحب يا هديه. طب انا فهمتك دي من التلفزيون، بس الكبير قال لي ان هي حاجه استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ايه بس؟ ده يوم بيحتفل بيه الرجل والست حبهم، يعني بيقولوا كلمتين حلوين لبعض، بيتعشوا عشوه حلوه كده يعني. طب انا الكبير عمره ما عمل معايا الحاجات دي. لانك اكيد مش بتحاولي تحسسيه بمشاعرك دي. لازم توصلي له مشاعرك دي بحاجات كتير زي الهديه مثلا. ده انت حتى اسمك هديه. هو لازم الموضوع الهديه ده؟ طب ما ينفعش ندي لبعض فلوس؟ فلوس هي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير جه معاك يا فزاع؟ لا ما جاش، لكن بعتني أجيب له طلقة من المكتب عشان الطلق اللي معاه خلص. طب اطلع هتلقى الطلقة في الجردة التحتاني. أمر جنابي. ها قولي. بصي يا هدية، الهدية دي بتعبر عن الحب، ومهما تكون الهدية بسيطة بتكون في عيون الرجل والست حاجة كبيرة جدا.
فزاع. مالك يا واد مبوم كده؟ ايوه يا ست هدية. بتعمليه عنديك؟ بجيب المنجة للمنجة. منجتي؟ انت مش جاي لي طالع تجيب طلق؟ ايوه بلا بلا باخده، قصدي الطلق، الطلق يا ست الناس، الطلق. قال منجة، قال احنا فين والمنجة فين؟ قوم يا تفز. امر جلال. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. يلا يا ولي جهزي لي العشاء. امرك يا كبير، امرك. اوه انت طرشتي ولا ايه؟ فين الوقت؟ جاهز يا كبير. امال في ايه؟ اصلي كنت عاوزة اقول لك حاجة كده. ايه؟ بص لي في عيني يا كبير. خبر ايه وليه؟ بص لي زين. اها انت مين مغمطيسي ده؟ انا بحبك قوي يا كبير، بحبك من كل معميعي. وما اقدرش استغنى عنيك واصل. يلا عاد قول لي كلام حلو انت كمان. عيني بس انت عارفه اني بستحي يعني اتضيري شوي. ماشي يلا يا ابو الغبي حضري لي الوكل يا ولي. ها اللي حصل؟ ضربني بالبلغه. ايه ده ليه كده؟ كان جعان وعايز ياكل. اكيد انت عملت حاجه غلط يا هديه. ان شاء الله عدمك ما عملت حاجه غلط، انا نفذت كل اللي قلتي عليه. امال هو كده ضربك من غير اي تفاهم؟ لا هو قال لي اتدايري الاول وبعدين شوحني بالبلغه. اوكي انا فهمت النوع ده من الرجاله، النوع ده بيحب السربرايزز. انا بقى هخليكي تعملي له ليله فالنتاين عمره ما هينساها. ماشي. معلمك عادي يا معلمك عادي. هتفضحنا يا جسمي. انت عرفتني كيف؟ وانا توه عنك يا معلم، ده احنا وشنا في وش بعض ليل نهار. الا انت ايه اللي جابك؟ مش قلت انك هتتزف؟ طب ما انت كمان قلت انك هتحط احمر وتبعد في البيت كيف النسوان وهتترجش كمان. انا ما جبنيش هنا الا الشديد القوي يا معلم. ليه؟ مرتك بوزها شبرينك في البومه وقاعده قرفاكي في حياتك ليل ونهار عشان موضوع الفالنتاين ده؟ ايوه لكن انت عرفت كيف؟ ما هو ده اللي جابني كمان يا ابو مخ ظلم. بس انا الموضوع قلب عندي صريخ ولطمه وليله ما يعلم بيها الا ربنا، قلت اخدها من قصيرها واندل اجيب الهديه واطاطي للريح. صح يا معلم، ربنا يكفيك شر كده الناس. امين يا رب العالمين. يا دي زوير، لا انا شفتك ولا انت شفتني، سامح يا جد؟ عيب عيب يا معلم، سرك كبير يا معلم جعيدي. جسمك جسمك جسمك. السلام عليكم. ايه ده فزاعه، ايه المفاجاه دي؟ انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده. صح صح مبسوطه. ايوه طبعا مبسوطه ان كل اهل المزرطيه جم النهارده عشان يحتفل بالفالنتاين. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ست شلي. هقول لك يا ست شلي، عاوزه اجيب هديه دي للجير فريند بتاعتك صاحبتك يعني. لا يا لسه ما بقيتش جيرلي فريند، انما انا ناوي النهارده يبقى لي. ناوي اهديها الهديه واقول لها وتقول لي والحديد ده. جريت، برافو عليك يا فزده، دي مناسبه هايله عشان تعمل كده. اخترت حاجة؟ لا اختار ايه وانت سيدة الاختيار الاولى. نجيلنا انت حاجة وش القفص كده على زوجك الحلو. طيب هي بتحب ايه؟ هي عاملة زيك كده، هتحب المزازيك. طيب مش بتحب اي حاجة تانية؟ ما خبرش اصلا ما اعرفش عليها حاجات كتير يعني، لما هي عاملة زيك كده. طيب انا هحاول اضبط لك حاجة على زوجي، تحب لفها؟ لا تلفي ايه، هقول لك دي كيف النسمة، ما تشربش مخدرات. مخدرات؟ انا قصدي لفها لك هديه كادو. اذا كنت انت حابه تعملي كده لفها لي. تحب معاها كارت؟ لا ده اكيد خط. You are a big donkey. ربنا يجبر بخاطرك. روح انت فزاعه دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. باي. السلام عليكم. We'll be right back.
احنا كده تقريبا خلصنا. بص هدايا زي ما اتفقنا، عشان رومانسي كلمتين حلوين طلعي له هدايا وانت بتقولي له ان very romantic way. هابي فالنتاين سوري بيبي. كل سنه وانت طيب يا احلى حاجه في حياتي. ولو ما تاثرش برضو اطلبي الطلاق على طول. تفي من خشمك طلاق ايه؟ الا قولي لي يا اشلي، تفتكري الحاجات دي هتجيب نتيجه معاه؟ الحاجات دي بتجيب نتيجه مع اي راجل اصلا، بس انت كده ما تبقيش مقفله. فتحي فتحي. Life is beautiful girl. اوكي؟ ماشي. Perfect. Let's go. صحيح ما تحطلوش الاكل كله مره واحده لان ينام مني. واحده واحده. المهم يعجب فايده بس. ما تقلقيش. Good luck. You too. آه لا ده انا بس نسيت الموبايل بتاعي. بخ انت فزان، بتعمل ايه هنا في اوضتي؟ لا 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 لا، كل عام وانت طيب يا ست الناس. هابي فالنتاين دي. سو مين اللي قال ان الحريم هتحب المفاجآت؟ مش انت؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ بصراحه كده يا ست اشلي انتش غريبه. انت من يوم ما طليتي على البلد كيف البدر في السماء، وانا حالي بقي غير الحال. احنا مش الليل ولا النهار. Are you okay؟ انت سخن ولا حاجه؟ لا يا ست الناس، دي صورتك اتفحرت في قلبي، ما عاد فارقش خيالي، دايما صورتك قدامي وانا باكل وانا بشرب وانا بزرع وانا بقلع وانا بلعب التليفون. صورتك دايما قدامي يا ست الناس. انا استشلي. انت ايه انجز؟ انا بحبك بحبك استشلي بحبك. او ماي جاد فزاع، انت فاجئتني. ده اليوم اللي كنت بحلم انه ما يجيش. بص يا فزاع، انا مش عايز اجرح مشاعرك بس I got a boyfriend in America. What؟ انا مرتبطه. مرتبطه كيف يعني؟ متجوزه؟ لا مش متزوجه يعني، بس يعني انا بحب واحد في امريكا. بص ده لوكس. ده لوكس من غير خلقات. لو عاد حب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما فتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لساه بريء تحكم ظلمي كيف في بريء، وتفوق قلبي لحاله غريق في التيار. اتحملت معك فوق طاقتي، كان اخلاصي هو خطيتي، كان احساس انك مش ليا صدمة حقيقي تقيلة عليا، كان احساسي بغدرك بيا كله مرار. لو حبيتني كنت تضحي، كنت ما تجرحنيش في عواطفي، كنت ما رحمتني لحظة ضعفي، كنت وقفت معايا بصفي وانا بلها. ويا كبير قالي ساعة بنده عليك يا جلوس الطين، كنت عم تحلم ولا ايه؟ ليه يا كبير بنهار؟ تنهار؟ تنهار؟ فين ستك هدية؟ يا كبير اخفي جوا اخفي جوا، وانت اخفى من وشي يا كئيب. وابقى عندي حكاية. ايه يا ولي مخبل اللي انت لابساه ده؟ في رجاله معنا في الدوار. ما فيش غيرنا في الدوار يا كبير. من وين فزاع كان هنا دلوقتي؟ ما هو غرف داهيه يا كبير، نفض له عاده وركز معاي. انا محضره لك مفاجاه. باه طب ايه اقول لك عاد ان انا كمان محضر لك مفاجاه؟ طب قول انت الاول. لا قول انت الاول. تعدمني اللي انت قايل. ما تضايقيش خلق مالي يا ولي، لا اسفخ الكف افلقك نصين. طب تعال نخش الاوضه. المفاجأة في الأوضة؟ أيوة بس غمض عينيك الأول. حريقي حريقي، ده أنا كنت محضرة لك ليلة ولا ألف ليلة، وكنت جايبة لك هدية وعملت لك عشوة عشان تعرف قدي أنا بحبك، بس كله راح. الهدية اتحرقت والأوضة ولعت والمحمر باظ. خلاص يا هدية ما تبكيش ما تبكيش، بس يا بنت
قومي خلاص عاد خلاص اهدى. ماشي بدي هديه. ما عزاش تعرف المفاجأة بتاعتي ايه؟ ايه قلت لك لعبة البوكس جديدة. انا مش مصدقة يا كبير. دي عشان البلنطين؟ لا دي عشانك انت. ربنا يخليك لي يا كبير. الهي ما يحرمني من دخلتك علي. مش هتسمعني حاجة حلوة عاد؟ والله انا ما جهزتش بس عشان خاطرك انت والله. ايه يا كبير انت حتغني؟ بقول لك قول لي كلام حلو. انا اقول لك بس ديري وشك الناحيه الثانيه عشان بس تحكي. ماشي حتضرب؟ لا بحبك يا بقره.